خلونا شباب وصبايا، رح اقول لكم شيء. بما انه في تفاوت كثير بالاعمار وهي هيدي السيشن تجريبيه، اليوم اللي رح نعمله اول شيء رح اقول لكم، اعرفكم عن حالي. اللي ما بيعرفني اسمي تيتشر سعاد، وانا تيتشر الفرنش، اوكي، بي جينيس اكاديمي. دخلت معنا كمان مريم، ازيك يا مريم؟ الحمد لله تيتشر. اهلا وسهلا، دخلت معنا كمان. طيب اسمعوني شوي، شو رح نعمل اليوم؟ بما أن هيدي السيشن تجريبية، وبما أنه نحن الأشخاص اللي موجودين معنا كتير في تفاوت بالأعمار، اللي رح نعمله اليوم هو خليط من كل شيء. كيف يعني؟ يعني رح أشتغل ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3 مع بعضهم، تمام؟ أوكي؟ شو رح نعمل أول شيء؟ تمام. أول شيء رح نبلش بلتر دو الألفابي. سي كوا لي لتر دو الألفابي؟ يعني هن letters in English. اوكي، اللاترز اللي انتم بتعرفوهم الاي بي سي دي، رح ناخذهم ونعرف لفظهم كيف بينلفظوا. يعني مثل ما بتعرفوا انتم، اذا مثلا اطلعنا وحطينا هيدا اللتر، خليني ثواني بس الكم، حط لكم اياها هلا هون. هلا اذا سالت انا اغلب العالم الموجودين، طبعا غير اللي دارسين فرنش، يعني اذا استثنيت منهم حبيبه واحمد، هيدا اللتر شو بنقوله؟ ان انجلش، قولوا لي ان انجلش كيف بلفظوا؟ اي اي، برافو. بالفرنسي شو هنعمل؟ شايفين تمنا؟ رح نفتح ونقول اوكي؟ الور سي لا لتر ا، برافو، سي لا لتر ا. هلا هيدا اللتر هو اللتر الغليظ، بينما اذا نزلنا على اللتر بي، هو البي، البي يعني بي، نحن ما بنقوله بي، بنقوله بي. واذا في عنا هيدا السي اللي انتم بتقولوا له سي، بنقول له سي. فاذا رح نرجع نقوله سوا، آه ب آه سي بي سي سي، برافو. آه ب سي، آه ب آه بي سي تري بيان، آه ب سي. هلا كل يوم انا رح امرق حروف، وما رح يكونوا قليل، رح يكونوا كتار، نلحق نخلصهم كلياتهم. بس اليوم طبعا مثل ما قلنا، اول شيء كيف انا بلفظ لتر بالانجلش غير اللتر بالفرنسي. يعني انا لما بقول اي بالانجلش رح اقول ا بالفرنسي، الاي هو ا، البي هو بي. يعني لاحظوا هيديك بالانجلش بي، نحن بالفرنسي بنقول بي اي، والسي بنقوله سي. وكمان رح نقول ناخذ هيدا يلي هو الدي كمان دي، تمام. فرح اطلب من الصبايا الزغروتين الحلوين، جانا، يلا يا جانا فيك تقولي لي اياهم على السريع. اكسلنت جانا، برافو. مريم فيك يا مريم تقولي لي اياهم؟ ا بي سي دي اكسلنت مريم. طيب زهراء فيك تقولي لي اياهم، اعملي معروف. ا ب ب، سا د لا لا دقيقة زهراء، مش با، ما تفتحي تمك، ب اي ب، يعني ليكي بي تمك كيف اي ب بي ب. تري بيان، ب كملي. بي سي دي مظبوط، تري، تري بيان، برافو زهراء. ريموندا وبيسان، يلا في كل وحدة فيكم بليز تقلي اياهم. اي بي سي دي. اوكي ريموندا كتير منيح، بس حبيبي اول واحد ما تقولي ايه، قولي اه، افتحي لها تمك، افتحي اه اه يلا ريموندا. في بيسان، قالتهم بيسان ولا انت اللي قلتي؟ أنا اللي لا أنا منتهي الآن. يلا يا بيسان، لكن يلا اجا دورك. اه ب ب ب، تمنا هيك ب بيسان، بيسان ما عادت يعني موجودة معي؟ اه ما عادت موجودة بيسان. مش ممكن تقراي؟ اوكي بيسان، رح ارجع اقولهم، ما بعرف اذا بيسان هي اللي طلبت ولا حدا تاني. اسمعوا جماعة، اه بي سي ا دي، ب س د اكسلنت.
عمر، tu peux le dire، فيك تقول يا عمر، فيك تقوله انت. A B C D. Excellent. احمد عمارة، انا بعرف انك مستواك انت اكثر من هيك، بس فيك تقلنا اياهم. تمام. A B C D. تمام، شكرا يا احمد. احمد صلاح، فيك تقلنا اياهم يا احمد. A B C D. تري بيان. محمد، فيك تقلنا اياهم يا محمد. محمد، عم تسمعني؟ شكله مش سامعني. طيب مها دخلتي مأخرة شوي. مها كنا عم نقول إنه اللفظ بالفرنسي غير الأنجلي، فيكي تسمعيهم مني وترجعي تقوليهم A B C D. مها عم تسمعيني؟ اوكي، مها مش عم تسمعيني. يا حبوبة، يلا ارفضي لي اياهم. A B C D. تمام. طيب نحن طبعا هلا انا مثل ما قلت لكم حبيبه واحمد انتم اكيد بالنيفو غير هيدا، ولكن انا اليوم لانه في عندي اشخاص يعني متفاوت الاعمار فانا مضطره اعطي من كل شيء. تمام. هلا اليوم لنفرض انا جيت بدي اتعرف على حدا وبدي احكي بالفرنسي، في حدا رفع ايده؟ مريم قولي لي حبيبي. بالغلط؟ بالغلط. ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك، فداكي. اوكي طيب، لنفرض يا جماعه انا بدي اقابل حدا، دكور؟ قمت الصبح لبست ثيابي فتحت الباب بدي روح، لقيت شخص مقابلي، جار من جيراني اي حدا، شو بقول له؟ مين بيعرف الجود مورنينج بالفرنسي شو اسمه؟ بونجور. بونجور، تري بيان. مين اللي جاوب؟ تري بيان زهرة. تري بيان يا زهرة. يعني انا الصبح لما بشوف شخص بقول له بونجور. طيب ولو شفته بعد الظهر شو بقول له حبيبة؟ هقول له ايه؟ بونسوار. لا يا حبيبة، لا، بعد الظهر بون ابري ميدي، المساء بونسوار. الور رح نبلش مع نرجع زهراء. الصبح شو بنقول يا زهراء؟ بونجور. بونجور، تري بيان. بعد الظهر رح ناخذ تنتين، مش رح ناخذ كثير، بس حناخذ بونجور وي بونسوار. بونجور لما بيكون في شمس يعني بيكون في صباح، اما البونسوار حيكون بالليل. يعني هون رح نرسم الشمس، طبعا سامحونا الشمس حمراء عندنا هون نحن، و بونسوار رح تكون من بالليل. ألور حبيبة، فيكي ترجعي تعيدي لي الصبح شو منقول والمسا شو منقول؟ مين اللي زعلان هيك؟ مين اللي عم يبكي؟ يلا جنى، شو منقول الصبح يا جنى بس نفيق ونشوف حدا؟ شو منقول؟ بونجور. شو منقول يا جنى؟ بونجور. برافو. ومن بالليل يا جنى، صار بالليل، صارت عتمة، شو منقول؟ منقول بونسوار. بونسوار. برافو. مريم، شو منقول الصبح يا مريم إذا شفنا حدا بدنا نسلم عليه؟ بونجور. تري بيان. وشو منقول من بالليل؟ بونسوار. إكسلنت. ميدو، يا ميدو، ما بعرف أنت مين، دخلت باسم ميدو. الصبح شو منقول يا ميدو؟ يا ميدو. بونجور. تري بيان. والليل؟ بونسوار. بونسوار. وا بونسوار. يلا ريموندا، الصبح شو منقول يا ريموندا؟ بونجور. تري بيان. وبالليل؟ بونسوار. تري بيان. بيسان حدك ولا مش حدك؟ مش حد. تمام. احمد عمارة، يلا يا احمد قل لي شو منقول الصبح وشو منقول بالليل؟
اللي هو الصبح بونجور وبالليل بونسوار. تمام تريب. يا محمد، يا محمد، شو بنقول الصبح يا محمد؟ يا محمد عنده مشكلة بالإنترنت شكله. عمر، شو بنقول يا عمر الصبح وشو بنقول بالليل؟ بونجور بونسور. تري بيان بونسوار. وأحمد آخر واحد، يلا يا أحمد، يلي هو أحمد صلاح. بالصبح بونجور وبالمساء بونسوار. إكسلون. طيب يا جماعة، هلا أخذنا هيدي الشغلة. هلا أنا جيت بدي سلم على حدا، فأول شيء شو بقول له؟ كومون سافا. تمام؟ هلا أنا هيدا الشخص بعرفه، ما بسأله عن اسمه لأنه أنا بعرفه، فبسأل كومون سافا، شو رح يقول لي؟ سافا بيان ميرسي. يعني كيف إذا أنتم بتسألوا هاو آر يو وبيجاوبكم أنا أي أم فاين ثانك يو. تمام؟ فأول سؤال وأهم سؤال هو كومون سافا، وهيدي بتكون تسمعوها كثير، كومون سافا، ورح يكون الجواب سافا بيان ميرسي. الور سي جو تو دوموند يا احمد عماره، كومون سافا، شو بتقول لي؟ ايه تيتشر؟ اذا قلت لك كومون سافا شو بتقول لي؟ ايه سافا بيان. تري بيان. حبيبه، اذا قلت لك كومون سافا شو بتقولي لي؟ سافا بيان ميرسي. تري بيان. زهراء، إذا قلت لك كومون سافا شو بتقولي لي؟ سافا سافا بيان بيان سافا بيان ميرسي. عيدي يا زهراء. سافا سافا بري ميرسي ميرسي. ما تعتلوها مرة على مرة رح يمشي الحال. مريم سي سي جو تو دي كومون سافا، شو بتقولي لي يا مريم؟ Ça va bien, merci. Très bien. Raymonda, si je te dis comment ça va, qu'est-ce que tu dis à Raymonda? Ça va bien, merci. Oui, بس ريموندا مش منقول هون هيدي، بعض الأوقات بتنلف الس وبعض الأوقات بتنلف ك، بس لما بيكون في وراها اللتر أ دايما بنلفظها سا سا. أوكي سا فا بيان ميرسي. طيب ميدو يا ميدو، يلا كومون سافا يا ميدو، شو بتقلي؟ جو ميرسي. نو سافا، قول معي سافا. سا سافا بيان سافا بيان بيان ميرسي ميرسي. تمام يلا يا عمر، كومون سافا يا عمر، حتقولي ايه؟ سافا بيان ميرسي. اكسلون يا عمر. احمد صلاح، يا احمد صلاح، كومون سافا؟ Ça va bien, merci. Merci. Yalla ya Jana. Jana, comment ça va ya Jana? Ça va? Bien? Ça va? Bien? Merci. Merci. Bravo ya Jana. Excellent. طيب يا جماعة، هلأ رح نبلش أنا وياكم ناخد الأشياء الأساسية يلي نحنا بدنا نتعرف عليها. مثل شو؟ مثل مثلا اذا انا قلت لكم اليوم شو هو اي يوم، قولوا لي بالانجلش هو اي يوم. اليوم هو شو بالانجلش؟ Saturday. Saturday. excellent. طيب بالفرنسي حيكون اسمه samedi. طيب تعالوا انا وياكم نفوت لنشوف الجور دو لا سيمين. رح نسمع مثل غنيه صغيره فيها لجور دو لا سيمين، من وين وراها يعني انتو اذا مثلا بدكم تتقووا فيها بتصيروا بتسمعوها اكثر من مره بس. تمام؟ الور، بس قبل ما نسمع ايام الاسبوع رح نسمع لليتر دو الفابي لنسمع اللفظ مزبوط بالحروف يلي نحن درسناها واللي رح ندرسها اذا الله راد. تذكر؟ يلا خلينا نسمع هيدي الغنيه. اشكي جي كا الامان او بي Q R S T U V W X Y Z. Maintenant je les connais.
toutes les lettres de l'alphabet. بالمناسبة بس هذا السطر اللي تحت لفسر لكم شو عم بيقول، عم بيقول انه انا هلا صرت بعرف كل الحروف اللتر دو الالفابي. اسمعوا ولاحظوا هن كلياتهم ما في غير ب س د او، هي شوي الاي يعني او اف جي، نحن مرة على مرة رح نحفظهم، بس لما بنسمع بالغنية فبتصير اسهل لنا. يلا ب س د او اف جي اش اي جي ك ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في W, X, Y, Z. Non, je les connais. Toutes les lettres de l'alphabet. Yalla, akhir marra. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. W, X, طيب هلا مرة على مرة مرة على مرة بنسمعهم، حتلاقوا حالكم بالآخر بتعرفون كلياتهم. هنشوف هلا لي جور دو لا سومان، يعني شو هن أيام الأسبوع، تمام؟ يلا. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. طيب خلوني بس ورجيكم شوي. هون ببلش البلدان الأوروبية، بتبلش أيام الأسبوع ببلش معهم بلندي. لندي يلي هو الاثنين. ألور لندي هو أول يوم الاثنين، ماردي هو الثلاثاء، ميركرودي هو الأربعاء، جودي الخميس، فاندرودي الجمعة، سامدي يلي هو اليوم ساتردي، سامدي ما تطلع معي للأسف، دقيقة. أوكي، سامدي يلي هو السبت، وأكيد آخر يوم هو ديمانش يعني الأحد. هلأ بتقولوا لي فينا نحفظهم كلهم، اللي بيقدر يحفظهم كلهم بيكون كتير منيح، أوكي؟ بس لما بتحفظوا، إذا بتحفظوهم بطريقة يوم بيوم بيكون أسهل. طيب نحن اليوم رح نحفظ ونشدد على سامدي. سي كوا سامدي؟ فاذا اجوردي سي كال جور، اليوم هو اي يوم؟ سامدي. يلا يا حبيبه اجوردي سي كال جور؟ سامدي حبيبه. سامدي سامدي تري بيان. ميدو اجوردي سي كال جور؟ يا سامدي سامدي سامدي. تري بيان ميدو. مريم يلا يا مريم. سامدي تري بيان. مريم انت اختو لاحمد؟ اهلا اهلا وسهلا. يلا يا ريموندا اجوردي سي كال جور؟ سامدي. سامدي برافو. يلا يا زهرة اجوردي سي كال جور؟ سامدي. تري بيان زهرة. يلا يا احمد اجوردي سي كال جور؟ سامدي. يلا يا احمد. عمارة سامدي. تري بيان. عمر يلا يا عمر اجوردي سي كال جور؟ سامدي. تري بيان عمر. احمد صلاح اجوردي سي كال جور؟ سامدي. اكسلان. جانا سي كال جور اوجوردي يا جانا؟ سامدي. سامدي. برافو برافو جانا. بعد حنسمع ايام الاسبوع مره، ومن بعدين رح ننتقل على شيء تاني. اوكي بس خلوني يلا
Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. أكيد هيدي ما حأطلب منكم تحفظوها لأنها غليظة. دي ماردي ماكردي جودي فاندردي سامدي ديمانش لندي ماردي ماكردي جودي فاندردي سامدي ديمانش. بعد مرة وحتكون الأخيرة. يلا دي ماكردي حاولوا قولوهم لو بقلبكم. دي ديمانش لندي ماردي ماكردي جودي فاندردي سامدي ديمانش. طيب جماعة مثلا كل حدا واليوم أنا حبيت أسألكم سؤال، شو اسمه كل شخص فيكم بس أون فرنسي؟ حنبلش. بسأل أنا السؤال شو بقول؟ بقول كومون تي تابل، يعني شو هو اسمك أو اسمك، فرح يكون الجواب جو مابيل مثلا ريموندا، جو مابيل زهراء، جو مابيل أحمد، جو مابيل حبيبة، جو مابيل جانا. ألور أول سؤال كومون تي تابل، الجواب تبعه جو مابيل أنا اسمي، وكل واحد بحط هون اسمه. يلا نبدأ مع حبيبة. حبيبة كومون تي تابل؟ جو مابيل حبيبة. تريبيا حبيبة. أحمد عمارة كومون تي تابل؟ جو مابيل أحمد. تريبيا. عمر كومون تي تابل يا عمر؟ Je m'appelle Kaza. Comment tu t'appelles? Où le voyez, Omar? Je m'appelle Omar. Je m'appelle Omar. Omar, tu m'entends? Ah là, Omar, tu m'entends? عمر ما كنت عم تسمعني صح؟ اوكي رح ننتقل عند زهراء. يلا يا زهراء كومون تي تابيل؟ جو مابيل زهراء. تري بيان. عمر عم تسمعني هلا؟ كومون تي تابيل يا عمر؟ جو مابيل عمر. يلا يا عمر كومون تي تابيل؟ جي مابيل عمر. تري بيان يا عمر. أحمد صلاح كومون تي تابيل يا أحمد؟ جو مابيل أحمد. تري بيان. ريموندا كومون تي تابيل يا ريموندا؟ جو مابيل ريموندا. إكسلنت ريموندا. مريم كومون تي تابيل يا مريم؟ جو مابيل مريم. إكسلنت مريم. جانا كومون تي تابيل يا جانا؟ جو مابيل جانا. إكسلنت. طبعا هلا اخذنا اول سؤال اللي هو كثير مهم وهو كومون تي تابيل شو اسمي، وثاني سؤال كومون سافا هيدي ثاني شغله. اخذنا انه انا اذا الصبح بقول بونجور واذا المساء بقول بونسوار، واخذنا ا بي سي دي، وطبيعي اخذنا الجور اوجوردي سي سامدي. طيب شو رح اعطيكم هلا؟ طبعا انتم بتعرفوا انه اشهر السنه هن كتار، هن 12 شهر. طبعا نحن مش رح ندرسهم كلهم، كل شهر بندرس الشهر اللي نحن فيه تمام، بس هن صوتهم او لفظهم قريب شوي على تاع الانجليش. رح سمعكم كيف شو هن، رح نسمعهم مره ومن بعدين رح نشوف نحن باي شهر ونحفظه ونكتبه كمان. طيب اسمعوا معي. Et ça va aller. Monsieur le Grand fait son marché avec son grand panier. Il bonjour Madame la Nette. Auriez-vous s'il vous plaît une douzaine de mois, c'est pour un calendrier.
Écoutez, yalla, sma. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Son calendrier, il peut repartir en chantant avec son panier. Au revoir, Madame l'année, et pour le prochain marché, je mettrai de côté 12 mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. طيب يعني نحن بأي شهر؟ نحن بالإنجليش منقول إنه نحن بماي، صح؟ الحلو إنه شهر الفرنسي تبع ماي هو كتير بيشبهه، بس اسمه ريجاردي حيكون اسمه ماي، يعني أم كبيرة وراها سوري وراها بيجي أ إي ماي. أنا كتير نزلته لتحت ما بعرف ليه. ألور سي ماي، شو اسمه فإذا ماي؟ هو ماي. سي كلير؟ شو اسمه فإذا الشهر اللي نحن فيه؟ شو يعني كلمة شهر؟ يعني موا. هنكتب فوق موا لنعرف شو يعني الشهر، وشو يعني كلمة يوم؟ يعني جور فوق كلمة سامدي. فإذا الموا سي ماي. شو اسمه الموا يا مريم؟ اللي نحن فيه ماي. شو اسمه؟ مي. مي. ريموندا شو اسمه الموا؟ مي. مي تري بيان. حبيبة شو اسمه الموا؟ مي. تري بيان. أحمد عمارة شو اسمه الموا اللي نحن فيه؟ أحمد عمارة عم تسمعني؟ أي. إيه شو اسمه؟ مي. 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 تري بيان. يلا يا زهرة شو اسمه؟ مي. مي تري بيان. عمر اسمه شو الموا اللي نحن فيه؟ مي. مي. برافو. احمد صلاح اسمه شو الموا اللي نحن فيه؟ مي. مي تري بيان. جانا اسمه شو الموا اللي نحن فيه؟ الشهر اللي نحن فيه جانا؟ مي. مي. تري بيان، برافو، اكسلون. طبعا كمان هلا بيكون علينا ناخذ كمان الفصول وناخذ كل هدول، بس انا ما بدي اعطيكم اياهم كلهم مع بعض لانهم حيكونوا تقال عليكم، ماشي؟ طيب شو رح نعمل هلا؟ هلا رح كل واحد فيكم في شيء اسمه الاسم تبعه، يعني انا مثلا لما بقول كومون تي تابيل، مثلا لما بتقلي جنى انا جو مابيل جنى، يعني هي اسمها جنى. طيب ولكن انتم بتعرفوا انه كل شخص عنده اسمين، عنده اسمه الصغير وعنده اسم عائلته. فاسمه الصغير له اسم واسم عائلته له اسم. شو بنسميهم ان فرونسي؟ ايكوتي بيان، هن برينو. خليني احطها في الى اكسا. برينو اينو. شو يعني برينو؟ برينو هو اسم الصغير يلي الكل بعيطني فيه، يعني جنى، زهراء، احمد، احمد، خليني اشوف، مريم، ريموندا، حبيبه، وعمر. هيدا اسمي الصغير يعني برينو. اوكي؟ برينو. تري بيان. يعني مثل حنحط اكزامبل فوق على البرينو، حنحط نقطتين، حنحط مريم، مريم جنى،
حنحط أحمد اتسترا. أوكي؟ طيب الاسم لنو، لنو يا جماعة يعني اسم عائلتي مش اسم بابايا، انتبهوا. لبنو هو اسم العيلة، يعني حنقول نبلش مع زهراء. كلي تون برينو يا زهراء؟ تون برينو زهراء؟ اوكي شكلها يا مش سمعتني يا مال هي. مريم ويتو كليتون برينو يا مريم؟ تيتشر. هو البرينو بتاعك هو شو؟ عمارة. اوكي برينو يعني اسمك الصغير يعني مريم، برافو عليكي. طب ونو؟ عمارة. برافو عليكي اكسلون. تمام يلا يا احمد كليتو برينو يا احمد عمارة؟ تو برينو الأحمد صحيح، وتونو يا أحمد والنوم عمر. تري بيا اكسلا. أحمد ما تلفظ اللتر ام اللي بآخر الحرف، يعني ما تقول برينوم ونوم، لا لا قول برينوم نوم كأنه ما في حرف ام بالآخر. حبيبة tu peux me dire ton prénom c'est quoi يا حبيبة؟ حبيبة. تري بيا اتونو. محمد. تريب يا عمر كليتون برينو يا عمر؟ عمر عم تسمعني يا عمر؟ شكله عمر مش سامعني. طيب ريموندا يا ريموندا كليتون برينو؟ ريموندا. ريموندا تريبيا هو البرينو تبعك ريموندا. ميرسي يا زوزة. انت وشو البنو تبعك؟ نو يعني اسم عائلتك. ما بتعرفي اسم عائلتك ريموندا ولا نسيتي؟ أحمد صلاح جاوبتي أحمد؟ لا. يلا يا أحمد اللي كليته برينو كليته نو. برينو أحمد. برافو. ونو؟ النو محمد. انتبه صلاح هو اسم البابا اسم باباك؟ أيوه. آه تمام تمام فكرتك ملخبط فيهم. أوكي جانا يلا كليته برينو يا جانا؟ توم برينو؟ جنى ليه زعلانة جنى؟ كليتون برينو يا جنى؟ طيب جنى البرينو يعني اسمك جنى، كليتون برينو جنى. اوكي كليتون برينو جنى. تري بيان. طيب ونو يعني اسم عائلتك، شو اسم عائلتك؟ اسمك جنى شو؟ جنى شو يا جنى؟ طيب يا جماعة أنا في حدا ما سألته؟ زهراء يا زهراء أنت مستخبية مني فين؟ يلا يا زهراء قولي لي تون برينو إيه تونو؟ تون برينو؟ زهراء. برافو إيه تونو؟ يعني اسم عيلتك اسمك زهراء شو؟ صقر. اوكي تمام صقر تمام. طيب عمر عم يسمعني عمر هلا ولا مش سامعني؟ عمر طيب جماعة هلا شو رح نعمل؟ عمر انت سامعني؟ انت اللي حكيت هلا؟ ايوه. اوكي يا عمر تومبرينو شو هو يا عمر؟ جاوبت انت ولا ما جاوبت؟ لا. اوكي شو هو البرينو تبعك يا عمر؟ عمر. عمر ونو اسم العيلة؟
نشار. نشار. تري بيان. طيب يا جماعة، هلا كيسك اون فا فير؟ متنا بدنا نتعلم شو نعمل؟ كيف نعرف الضمائر يلي هن نحن كنا نعرفهم بالانجلش اي يو هي شي ات، شو الضمائر بالفرنسي؟ تمام؟ يعني انا لما بدي احكي عن حالي بدي اقول مثلا يلا يا جماعه انا بدي اروح، يلا جو فو، قال لي بدي احكي عن حالي شو بقول؟ اطلب برونو جو. شو يعني جو؟ يعني انا. طيب حنمحي هون لانه صار مليان الوايت بورد، رح نمحيه ورح نقول اول شيء اول برونو، طبعا اسمهم برونو، برونو مش مثل اللي كنا عم نقوله برينو هونيك، اسمنا برونو. وشو يعني البرونو بالعربي؟ يعني ضمائر. تمام؟ ضمائر. طيب فاذا نحن اول شيء رح ناخد انا، انت او انت، هو او هي، بس. طيب اول شيء بنستعمله هو جو، سوري، جو يعني انا. جماعة الزوم رح يفصل، بس يفصل ارجعوا فوتوا دغري، ما رح نطول من بعدها كتير، اوكي؟ اوكي. اوكي، فإذاً ليش بطل يكتب معي؟ اوكي. فإذاً جو يعني أنا. لما بدي أحكي عن حالي أي برونوم بستعمل؟ جو. شو بستعمل يا مريم؟ جو. جو. تريبيا، زهراء شو بستعمل لما بحكي عن حالي؟ جو. تريبيا، عمر شو بستعمل لما بحكي عن حالي؟ عمر جو. جانا شو بستعمل لما بدي احكي عن حالي شو بقول؟ جو. تريبيا. طب حناخد بعد الضمير الثاني يلي هو تو. شو يعني تو؟